كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. Pour lequel vous allez me répondre par. Alors, en vertu du désir que vous avez exprimé de rejoindre le club Essaouira Bakr, c'est ça, et le Lions Club International, je vous invite à répondre aux engagements de l'affiliation. هذا النشاط هذا كيجي في إطار يعني استقبال بطبيعة الحال يعني الجمعية على الصعيد المحلي، جمعية ديال لاينز كلوب، واحد المنظمة اللي هي بطبيعة الحال منظمة أمريكية اللي معروفة يعني من عالميا، وبطبيعة الحال الاشتغال ديالها يعني تقريبا كينصب في المجال الجمعوي تو يعني اي حاجه عندها العلاقه بالتربيه، اي حاجه عندها العلاقه بلاجونيس يعني الشباب، وبطبيعه الحال هذا الجانب الاجتماعي بالنسبه لنا احنا مهم في مدينه الصويره، وهذا هو الهدف. انا بصفتي يعني رئيس لاينز كلوب اونيفو لوكال، الهدف ديالنا يعني غيمشي في هذا الاطار هذا، والنشاط بطبيعه الحال احنا اليوم يعني كنستقبلوا لا غوفيرنور اونيفو ناسيونال اللي غتجي باش نقوموا بواحد البروتوكول اللي هو كيدار في جميع يعني المدن من بعد التاسيس يعني الجمعيات على الصعيد المحلي، وكنسميو يعني لا سيناتور دو لا شارت، لا سيناتور دو لا شارت بطبيعه الحال اللي هي واحد مومون هيستوريك بالنسبه لنا ونيفو ديال الصويره. هنا الهدف الاسمى هو انه يعني نكومينيكي، ويعني يكون واحد يعني الكونتريبيسيون ديالنا او نيفو لوكال يعني مع جميع الجمعيات اللي هي محليه، الجمعيات اللي كتشتغل في الميادين ربما كينصب عليها الاهتمام ديالنا على الصعيد المحلي. Je suis heureuse de participer à la création du Lions Club Essaouira Nouvelle Vague qui a lieu aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui notre cérémonie de remise de charte avec des membres du club qui viennent de tous les clubs du Maroc, de Tanger, de Rabat, de Fès, de Marrakech. Pour célébrer avec nous cette création d'un nouveau club qui est assez extraordinaire. Il y a une soixantaine de clubs au Maroc et il n'y en avait pas à Essaouira. Donc voilà, c'est chose faite. Le Lions Club étant une organisation internationale qui a été créée pour servir la communauté à tous les niveaux. Et nous, nous avons choisi ici à Essaouira particulièrement le domaine de la santé, de l'éducation et de la jeunesse. اليوم جينا باش نشاركوا في هذا الحفل المتميز مناسبة تأسيس الفرع الجديد ديال ليونز كلوب بإقليم الصويرة. هاد المنظمة اللي هي منظمة دولية وتأسس الفرع ديالها في إقليم الصويرة، وحنا فرحانين بهاد التأسيس ديال هاد الفرع، لأن هاد ليونز كلوب تيهدف بزاف ديال الأهداف، من بينها تيشتغل على الأعمال الاجتماعية اللي كتهم قطاع ديال الصحة، قطاع ديال لوديوكاسيون، قطاع ديال الصحة، الأعمال الاجتماعية بصفة عامة. وهذا احنا أمس حاجة لهاد المنظمة اللي من خلالها إن شاء الله اللي غادي نشتغلوا على بزاف ديال الورشات، واللي غادي إن شاء الله نتقربوا أكثر للعالم القروي والعالم إن شاء الله كذلك المجال الحضاري. دونك تشهد مدينة الصويرة اليوم افتتاح النادي، هو نادي اللي تيامن بالتسامح، نادي اللي هو نادي عالمي، والفرع ديالو اليوم تتشهد التوقيع على الاتفاقيه مع مجموعه على مجموعه الشراكات مع مجموعه من النوادي اللي في العالم. وطبعا تلاحظوا بان الزوار تيدخلوا بقوه، الحمد لله هذا النادي تيهتم بكل ما هو انساني، وبغينا ندخلوا لهذه المدينه الصويرة اي حاجه هي انسانيه. دونك تيهتم بثلاثه نتاع المحاور الاساسيه، المحور الاول هو المحور نتاع لا سونتي نتاع الصحه، المحور الثاني هو التربيه، والمحور الثاني هو الشباب. دونك هذا النادي هيعرف ان شاء الله الانطلاقه نتاعو اليوم بفضل المجهودات نتاع مجموعه من الاشخاص، سواء في مدينه الصويره سواء في خارج المدينه. Thank you.